احنا لا اكو وحده بالمجتمع، لا اكو وحده بالعمل السياسي، لا اكو كفاءه، لا اكو قدرات ذاتيه عراقيه تحصن العراق من الاعتداءات الاجنبيه والخارجيه. لا نزال نحبي ونتجه ببطء نحو شيء يسمى بعيد المنال، يسمى السياده والاستقلال الكامل. بعيد المنال. بعيد المنال طبعا، بعيد المنال بهذا الاسلوب. احنا الان العمليه السياسيه هو ولد، ليش ولد الارهاب بالعراق؟ لان عمليه سياسيه برمتها قامت على خطا وخطيئه، ونحاول نصلحها ونقول اكو اصلاح ولازم يصير اصلاح وماكو فائده. لحد الان اكو نازحين، يعني انت تتخيل النازحين واللاجئين. الان يخبرني وزير داخليه كردستان يقول يوميا 10 عوائل تاتي باتجاه معاكس من نينوى الى معسكرات النزوح. يعني ما زالت الهجره حتى اللحظه. لا 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 لحظه، هذا الحكي قبل 20 يوم يمكن سمعت هذا الكلام. طيب، ونشوف اخوان من نينوى ايضا. نينوى لا تزال تئن جراحا ومثخنه بالجراح والدمار والخراب. زين انت احكي لي، ذول النازحين قاعدين اللي بصراحه يعيشون عيشه دون مستوى، مو البشر، حتى عفوا الحيوانات تعيش بشكل ارقى واحسن. طيب ذولا مو هاي قنبله موقوته يا اخي؟ التهميش لا يزال، الاقصاء لا يزال، المحاصصه الطائفيه لا تزال، النازحين لا يزالون، اللاجئين لا يزالون، هاي كلها مشجعه وحاضنه للارهاب وليس طارده للارهاب. هاي مظاهر، هاي مظاهر تتسم بها العمليه السياسيه.